وتنضم إلينا من تونس مراسلة الغد نجلاء بخريص. نجلاء، متى يتوقع الإفراج عن المختطفين التونسيين في ليبيا؟ وأيضا هل هناك تصريحات رسمية حتى الآن؟ نعم، مديرية أمن مدينة الزاوية التي تبعد تقريبا 40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس كانت قد أصدرت بيان يوم أمس تحدثت فيه عن الإفراج عن 14 تونسيا كانوا من الرهائن لدى جهة مسلحة في هذه المدينة. كذلك وزارة الخارجية التونسية بالتوازي مع هذا البيان الليبي أيضا تحدثت من خلال بيان رسمي عن وصول هؤلاء الرهائن في الساعات القليلة المقبلة. طبعا جهود مبذولة من الطرفين التونسي والليبي. لم يتم التصريح إذا ما تم طبعا الإفراج عن الليبي المتهم في قضية المخدرات في تونس والذي حكمت عليه المحكمة التونسية في درجتها الأولى بعشرين عاما من السجن بحكم ترويج المخدرات. يعني الجهات الليبية تحدثت على أن هذه المجموعة المسلحة تتحدث بمنطق المقايضة وسلم واستلم باعتبار أن هذه العملية ليست الأولى وإنما تعد الأخطر والأكبر منذ يونيو عام 2015 حينما تم اختطاف 10 من موظفي القنصلية العامة في طرابلس. مديرية الأمن في مدينة الزاوية قالت أن هناك جهود من الاستخبارات وكذلك يعني جهود أمنية للإفراج عن هؤلاء التونسيين الذين تم اختطافهم حينما كانوا ذاهبين إلى مقر عملهم في مصفات للنفط غرب طرابلس تحديدا في مدينة الزاوية. ويعني للإشارة، هذه المدينة تسيطر عليها عديد المجموعات الخارجة عن القانون والمجموعات المسلحة التي تتبع نظريا حكومة الوفاق لكنها تنشط في الهجرة غير القانونية وكذلك تجارة الأسلحة والمخدرات. نعم نجلاء، طبعا هذا بحسب التصريحات الرسمية. نعم. إذن لا تفاصيل عن عملية الاستلام والتسليم، الموعد المحدد حول هذه العملية؟ نعم، بحسب البيان الرسمي الصادر عن القنصلية العامة في طرابلس وكذلك يعني مديرية الأمن في مدينة الزاوية فإنه من المنتظر أن يتم تسليم التونسيين إلى ذويهم في تونس في الساعات القليلة المقبلة بعد التنسيق مع الجهات التونسية. ويقول هذا البيان أن ليبيا مسؤولة عن أرواح التونسيين باعتبار أن هذه العملية ليست الأولى وأصبحت عمليات الاختطاف تثير الرعب والفزع لدى العمال يعني الأجانب العرب أو غيرهم في الأراضي الليبية سيما مع سيطرة هذه المجموعات المسلحة على عدة مدن غرب طرابلس من بينها مدينة الزاوية ومدينة أزوارة والتي تعرف هذه المدن بوجود عدد كبير من العمال سواء المصريين أو التونسيين وغيرهم والذين يعملون في مجال حقول النفط. نعم. أشكرك جزيل الشكر، سنكون في متابعة ذلك. أيضا نجلاء بخريص مراسلة الغد كنت معنا من تونس.